شهدت محافظة جنوب سيناء رفع علم مصر في ساحة العلم بمدينة طابة في الذكرى 35 لعودة طابة إلى السيادة الوطنية بعد معركة دبلوماسية وقانونية تاريخية. وتضمنت المراسم إلى جانب رفع العلم عزف كورال الأطفال للأغاني الوطنية في احتفالية تستهدف ترسيخ الانتماء والولاء في قلوب الأجيال القادمة، بما يؤكد رفض مصر القاطع لأي تفريط في سيادتها الكاملة على أي قطعة من أراضيها.